أصدقائي أهلا بكم. قبل حوالي 2500 سنة في مدينة أثينا النابضة بالحياة عاش رجل يدعى ديوجين. طريقة حياته الغريبة وسلوكياته الغير تقليدية جعلته حديث المدينة، ووصفه الكثيرون بالجنون. ولكن كما يقول المثل، لا تحكم على الكتاب من الغلاف. لم يكن ديوجين مجنونا، لقد كان فيلسوفا ساخرا تجرأ على تحدي الأعراف المجتمعية وعاش حياته وفقا لشروطه وقوانينه الخاصة. ولد ديوجين في اليونان القديمة حوالي 412 قبل الميلاد، ونشأ في بيئة وزمن غاص بالمفكرين والعلماء والفلاسفة العظماء. ولكن بدلا من أن يسير على خطى معاصريه، اختار مسارا غريزيا غير عابئ بما يجري حوله. اختار مسارا تبنى فيه البساطة والاكتفاء الذاتي، رفض الممتلكات ومظاهر الثراء والغنى المادية. توصل ديوجين إلى أن السعادة الحقيقية لا يمكن العثور عليها في السعي المحموم وراء الثروة والسلطة، بل في حياة مقتصرة على الضروريات. سعى إلى تحرير نفسه من قيود المجتمع والعيش في سلام مع الطبيعة. سعى إلى تحرير عقله من مخلفات الماضي والخوف من المستقبل، وعاش الحاضر بكل أبعاده. لإيصال رسالته لجأ ديوجين إلى وسائل غير تقليدية، فقد اختار أن يعيش في جرة فخارية كبيرة متخليا عن راحة المنازل التقليدية. لم يكن هذا الاختيار الغريب مجرد نزوة بلا معنى، بل كان رسالة قوية ورفضا لأعراف وتوقعات المجتمع التقليدية. العيش في الجرة بالنسبة له هو تحرير نفسه من زخارف الثروة والرفاهية. عندما كان يسأله الناس مستهجنين سكنه في الجرة، كان يجيب بابتسامة: أنا مواطن هذا العالم، ومنزلي في أي مكان أكون فيه. أطوار ديوجين الغريبة لم تتوقف عند العيش في الجرة، فقد اعتنق حياة الفقر مرتديا خرقا بالية ومكتفيا بوجبة هزيلة. لم يكن ديوجين منزعجا عندما سخر الآخرون من مظهره المعدم، وكان يجيب بكل هدوء: الفقر نفسه لا يخيفني، بل الخوف من الفقر هو ما يخيفني. نحن لا نخاف من الحاضر لأننا نعيشه بحلوه ومره، هو جزء من حياتنا تعودنا عليه وتأقلمنا معه. لكننا نخاف من المستقبل، من المجهول، وهذا وهم غير مبرر. المستقبل غير موجود، فلماذا نخاف منه؟ وعندما يأتي المستقبل يصبح حاضرا، يصبح جزءا من حياتنا، من واقعنا، فسوف نتأقلم معه ونتقبله، وهذه نهاية القصة. لم يقتصر سلوك ديوجين الجريء على هذا القدر، فقد مارس في كثير من الأحيان أعمال اعتبرها المجتمع غريبة وغير مناسبة وحتى شائنة. إحدى هذه الممارسات الغريبة هو ميله إلى التبول والتغوط في الأماكن العامة. في حين أن هذا يبدو شائنا ومهينا، فقد رأى فيه ديوجين تحد صارخ لمعايير وأعراف وقيم المجتمع المنافق. كان ديوجين يعتقد أن الوظائف الجسدية أمر طبيعي ولا ينبغي إخفاؤها أو التدخل في طبيعتها، وهو لا يعتبرها مخزية أو مثيرة للخجل. من خلال أداء هذه الممارسات علانية، كان يهدف إلى استفزاز الأفكار وتحدي المحرمات المجتمعية. مثال آخر على أطوار ديوجين الغريبة هو ولعه بالسير حافي القدمين في شوارع المدينة
بغض النظر عن حالة الطقس أو خشونة الطريق، فقد كان يعتقد أن ارتداء الأحذية والاعتماد على وسائل الراحة ليست إلا حاجزا وعازلا يفصلنا عن طاقة الأرض الطبيعية، فقد كان حريصا على الاتصال بطاقة الأرض الطبيعية من خلال قدميه العاريتين. هذه الممارسات الغريبة لم تصنفه على أنه مجنون في نظر الآخرين فحسب، بل أيضا متمرد ورافض للأعراف وتوقعات المجتمع. بالنسبة لديوجين كان التحدي صارخ للمجتمع وأعرافه وتوقعاته ومظاهر النفاق المستسرية والتي كانت تحكم المجتمع في ذلك الوقت. كان ديوجين معروف بتجاهله ورفضه للمجتمع الطبقي الذي يصنف الناس إلى فئات اجتماعية هرمية، أسياد وعبيد. غالبا ما كان ينخرط في نقاشات مع أشخاص من جميع المستويات بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو سمعتهم. كان يعتقد أن المعرفة الحقيقية يمكن العثور عليها في حكمة الناس العاديين بدلا من النخبة المتميزة. من خلال الاختلاط مع عامة الناس وتحدي مفهوم التفوق الفكري، أكد ديوجين على أهمية المساواة وتبادل الخبرات البشرية لتعم الفائدة وتضيق الفجوة بين فئات المجتمع. في سعيه الدؤوب إلى الأصالة، لم يكن ديوجين خائفا من مواجهة وتحدي الشخصيات القوية في عصره. في إحدى هذه المواجهات، عندما اقترب منه الإسكندر الأكبر الفاتح العظيم والذي كان متأثر ومعجب بحكمته، اقترب منه وسأله إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به من أجله. قال ديوجين بدون خوف أو وجل: نعم، أن تتنحى جانبا فأنت تحجب أشعة الشمس عني. بهذا الطلب الجريء وعدم الشعور بالرهبة من القوة والسلطة، أراد ديوجين أن يذكر الإسكندر وكل من هم في مناصب السلطة بأن العظمة الحقيقية تكمن في السعي وراء الفضيلة والحكمة وليس وراء مظاهر السلطة والقوة والثروة. حكمة ديوجين تعلمنا اكتساب رؤى قيمة لعيش حياة ذات معنى. دعونا ننطلق في رحلة إلى الدروس التي يمكن أن نتعلمها من الساخر الجريء. الدرس الأول الذي يعلمنا إياه ديوجين هو أهمية البساطة والاكتفاء الذاتي. في مجتمع تستهلكه الحياة المادية، غالبا ما نقيم السعادة بتراكم الثروة والممتلكات. ديوجين يتحدى هذه الفكرة ويظهر أن القناعة الحقيقية لا تكمن في وفرة السلع المادية، ولكن بتبني حياة بسيطة ومنظمة من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية والنأي بأنفسنا عن السعي المستمر للحصول على المزيد. بذلك يمكن تحرير أنفسنا من عبء الإفراط. يشجعنا ديوجين على تقدير جمال الحياة المتواضعة التي لا يثقلها وزن الممتلكات الغير ضرورية، وهو القائل: الحكيم لا يريد شيئا، الأحمق دائما يريد. الأصالة والتفرد هي أيضا دروس يمكن أن نتعلمها من ديوجين. في عالم نعيش فيه تحت الضغوطات، لنتلائم ونتوافق مع الآخرين، انفرد ديوجين بشخصية ورؤى مستقلة متحديا معايير وأعراف المجتمع. يعلمنا أن نتخلص من الأقنعة التي نرتديها لإرضاء الآخرين والإيمان بأنفسنا بعقولنا وقدراتنا.
يشجعنا على عدم الاعتذار عن شغفنا، حماسنا وأحلامنا مهما كانت التوقعات المجتمعية. ديوجين يقول: أنا أبحث عن إنسان، معبرا عن رغبته في العثور على شخص مؤمن بنفسه وأصالته وتفرده، شخص لا يتأثر بالمعوقات الخارجية ويكون صادقا مع نفسه، يرفض سياسة الأمر الواقع والقبول الأعمى للسلطة والتقاليد التي تخنق القدرة على التفكير النقدي والعيش بشكل أصيل. يتحدانا ديوجين لفحص المعتقدات والقيم التي ورثناها والتحرر من قيود المجتمع وأعرافه البالية من خلال تنمية عقلية فضولية مشككة. يمكننا شق طريقنا في الحياة واكتشاف حقيقتنا. يدعونا إلى تبني السعي وراء المعرفة، ألا نأخذ الأمور على عواهنها، وأن نبحث بدون انقطاع أو هوادة عن الحقيقة. يقول ديوجين: أساس كل دولة هو تربية شبابها ورفض أوهام المجتمع وتبني ما تمليه حكمة الروح. يعلمنا أيضا التحرر من الخوف، إنه يؤمن بأن المشكلة ليست الفقر ولكن الخوف من الفقر. في مجتمع مدفوع بالخوف من الندرة والسعي المحموم خلف الثروة المادية، يذكرنا أن الحرية الحقيقية هي تحرير أنفسنا من الخوف بالقناعة والاكتفاء بما نملك وعدم التفكير بما لا نملك. بهذه الطريقة نزرع عقلية الوفرة. يدعونا ديوجين بأن نتخلى عن الاهتمام بالممتلكات المادية والسعي المحموم خلفها، وأن نجد الرضا والقناعة في بساطة الحياة. يقول: لديه أكثر من يرضى بالأقل. يحثنا على العيش في وئام مع الطبيعة في عالم تحركه التكنولوجيا بخطى سريعة. ضعف ارتباطنا بالطبيعة وفقدنا صفاء الذهن والإلهام والحكمة المتأصلة بهذا الارتباط. يؤكد ديوجين على أهمية إعادة الاتصال بالطبيعة وإيجاد العزاء في إيقاعاتها وجمالها. يشجعنا على قضاء وقت أطول في الهواء الطلق وتقدير عجائب العالم الطبيعي والعيش وفقا لدوراته. بذلك يمكننا أن نجد إحساسا بالسلام الذي غالبا يكون بعيد المنال في فوضى وزحمة الحياة الحديثة. ديوجين يؤكد أن الطبيعة تحمل مفتاح رفاهيتنا وسعادتنا. من خلال تبني نمط حياة بسيط ومنظم، يمكننا أن نجد انسجاما حقيقيا مع العالم من حولنا. لم تقتصر غرابة أطوار ديوجين على طريقة معيشته وسلوكياته غير التقليدية، بل تحدى أيضا المعايير المجتمعية من خلال نهجه الفريد في التعليم. في الوقت الذي كان للتعليم الرسمي وقع وتقدير عالي، اتخذ ديوجين موقفا مختلفا. فقد كان يعتقد أن التعليم الحقيقي يجب أن يتجاوز حفظ الحقائق والتشدق بالمعلومات. بدلا من ذلك دعا إلى فلسفة التعليم التجريبي. غالبا ما كان ينخرط في محادثات فلسفية مع أي شخص يرغب في الاستماع، مستفيدا ومستغلا المواقف اليومية بحثا عن فرص للتفكير العميق والتأمل. من خلال هذه الحوارات شجع الأفراد على التفكير النقدي والتشكيك في فرضياتهم الخاصة كمنهج للتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة. واقعة حصلت مع ديوجين توضح نهجه في التعليم. في يوم سوق مزدحم، صدف شابا يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، وقد أعجبه ثوبه وحذاءه وبدأ متباهيا بها.
لم ينكر عليه دوجين بهجته، بل اقترب منه وسأل: هل تعرف كيف تستعمل هذه الممتلكات بحكمة؟ بدا الشاب مرتبكا واعترف أنه لم يفكر في الأمر كثيرا. تابع ديوجين قائلا: الحكمة الحقيقية والصحيحة لا تكمن في اقتناء السلع المادية، ولكن في فهم قيمتها والاعتدال في استخدامها. من خلال تحدي ديوجين لتركيز الشاب على المظاهر الخارجية، شجعه على استكشاف المعاني الحقيقية العميقة لممتلكاته. من خلال هذا اللقاء غرس في الشاب وعيا جديدا لأهمية الاستهلاك الواعي ومخاطر التعلق المفرط بالسلع المادية. تتجاوز تعاليم ديوجين المناقشة الفلسفية والسلوكيات الغريبة، فتعاليمه تغوص إلى جوهر ما تعنيه عيش حياة ذات معنى. إنه يتحدانا لمراجعة قيمنا وأولوياتنا، ويحثنا على فحص ومساءلة التوقعات المجتمعية التي غالبا ما تقودنا إلى الضلال. في عالم تحكمه المعايير المادية والسعي المحموم لتحقيق النجاح، يقف ديوجين كمنارة للأصالة والتفرد. لم تكن أفعال ديوجين الجريئة وسلوكياته الغريبة نتيجة للجنون، بل كان اختيارا مقصودا لتحدي معايير المجتمع وأعرافه السائدة، ودعوة لعيش حياة تعكس مبادئ البساطة والقناعة. تجرأ على الوضع السائد، أخضعه للفحص والتشكيك والمساءلة، رفضه وتبنى البساطة والتحرر من الخوف. ضرب مثلا في الأصالة والتفرد بالرأي الحر والعيش في وئام مع الطبيعة. نذكر كلماته عندما قال: أعظم الثروة أن تعيش قانعا بالقليل. ابحث عن الرضا في البساطة وعن الحكمة في التجربة. وأنت أخي لك مني ألف تحية. غرابة الأطوار الفريدة والخاصة بك تشرق كشهادة على نفسك المتفردة وروحك الأصيلة. كلمة أخيرة أخي: لا تتردد في أن تكون مختلفا. شكرا لاستماعكم، لنا لقاء آخر إن شاء الله ومزيدا من ديوجين المجنون.